لما تشاهد الفيديو المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. غنشريو العيد وانا ما تنعيد مع اخويا، راه ولادي فيهم ميت وحشومه هادشي، وانت ما شادين حتى شي حاجه. اش راه ولادنا يتما، رانا غادي نعيدي مع اخويا. دابا شنو داروا مع ولادنا؟ وحشومه. دابا شنو قال لكم؟ واش قال لكم؟ واش انا ما عندناش ديال العيد؟ فين غنعيدوا ولادي يتما؟ دابا فين غنعيد؟ شكون غيعيد ليا؟ واش هادشي هو كبغي حالة؟ حشومه صاحبي، حشومه. ما وليدات اجي تتشوفهم فين من اللي عندنا فيهم ميت. واش انا ما نعيدوش؟ دابا باش نعيدوا؟ باش نخلصوا؟ كلا لا باش نخلصوا، لا باش نخلصوا. ما وانتم فين هاد الشعب؟ يومين بنادم ما يتنفس، راه هذا الشيء وكل اللي كيجيب المر حركوا فز. يلا بنادم الحي اللي مشى، بنادم الحي اللي مشى وثلاث وربع والخميس كاين ما غيمشيش. بس واحد الخميس فهمتي، ومن ما يتشدد. دابا جمعتي لي الناس مع 11 راس، راه حشومه العدمان. انت وداتي بحالات وحشومه. الا كنتي انت دعيناك الله، دعيناك الله. عاش الملك. راه ما عندنا باش نمشيو للبلاد. الله يسر سيدنا، الله يسر سيدنا. ما عندنا باش نمشيو للبلاد. والعش مالك. عاش الملك. عاش سيدنا. عاش الملك. ما عندنا باش نمشيو للبلاد. قالوا القضية عندنا واقفة. باش تشور دابا مشينا للبلاد. شور. الناس اخويا هنايا، راه شوف الناس اخويا بغيو يمشيو. وريهم الناس بغيو يمشيو غير لمراكش، هي من كازا. ما بغيوش يمشيو اخويا على برا، ولا ما بغاوش يحرقوا غير من بلادهم. شنو المشكل عندك؟ شنو المشكل؟ بغيت نقطع اخويا فلوس لمراكش. راه واش ما لقيتش ترونسبور؟ واش شباك مراكش ساتينو؟ ما كاين يعني ترونسبور، ما كاين لا ترونسبور لا حتى واحد اللي يهضر معانا والو. حتى هذوك الناس اللي كيهضروا مع الناس كيهضروا بواحد لا فاسون تخيط. يقول لك ما يمكنش غيصدقوا المواطن. يلاه جاي عنده 20,000 سنه هو كيتسنى في كار باش يكفي يمشي لمدينته وبفلوسه، وكتزاد ما بين 1 مينوت 1 مينوت خويا كتزاد 100,000 درهم. عطيني الاثمنه، الاثمنه اللي قال لك الاثمنه قال لك كتخصو انت غنفاش توصل لمراكش. 400 درهم باغ بيغسون، ما يمكنش باغ بيغسون كتخصو انت غن. واش كنسمعوا 400 درهم؟ تبقى فيان كونتخي كتخصو انت غن باغ بيغسون باش ترجع من كازابلانكا لمراكش سيتي باينه. وهاد الناس هادو المخيم فيهم كيخدم ب 60 درهم باغ جور. كي غايدير؟ اش غنبيعو هنا؟ نبيعو العينين، نبيعو الكلاوي باش نمشيو لديورنا صافي. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.